الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمداً لا يحد ولا يعد، الحمد لله حمداً يملأ السماوات والأرض، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله مع الرضا بالقضاء، الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، سيد الأولين والآخرين، خاتم رسل الله رب العالمين، أول شافع وأول مشفع، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يحرك حلق الجنة فيفتح له باب الجنة سيدنا ومولانا محمد. انظر ماذا يقول القائل في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار، ما للوجود تعطرت أرجاؤه، فالكون أينع للورى أزهارا. هتف الوجود مهللا ومكبرا، فترى الغصون تعانق الأشجار. الله أكبر، هل نور محمد، الله أكبر، هل نور محمد، ليكون في فلك الوجود منارا. فهو الذي شق الملائك صدره ليبشروه بشأنه استبشارا، أدى الرسالة شاهدا ومبشرا، محى الضلالة جاهد الكفار، بالعدل والقسطاس أخرج أمة للعالمين تسابق الأقدار. اليتم في حق الوليد مذلة، وهو الذي صلى الله عليه وسلم وهو الذي باليتم زاد فخارا. صلى عليك الله يا خير الورى، صلوا عليه وعظموا المختار. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك الأبرار الأتقياء، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. ثم أما بعد، فيا عباد الله، ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة في حياته وفي مماته صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قالوا: يا رسول الله، نعلم أن حياتك خير لنا، فأنت تجالسنا ونجالسك، ننظر إليك، تتشوق أعيننا برؤياك صلى الله عليه وسلم، نتشوق إلى سماع صوتك، تكاد أيدينا أن تلمس جسدك يا رسول الله. ولكن كيف أن موتك سيكون لنا؟ قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمالكم عليه، فإن وجدت خيراً حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم الله. إنه رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي مات كما مات الكل وسيموت الكل. إن الكل وإن الجميع
وإن الجل لا بد وأن يلقى الله رب العالمين، فما من أحد مخلد على وجه الأرض أبدا، إن الباقي واحد أحد هو الله. ولكن للعباد دور، كيف ستلقون الله؟ على ماذا ستلقون الله؟ أين أنتم من لقاء الله رب العالمين؟ عبد الله وحد الله. في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي نائم على فراش الموت ويعالج سكرات الموت، نبيكم صلى الله عليه وسلم يضع يده في طست من ماء ويمسح جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لسكرات، ثم يفيق رسول الله إفاقة بسيطة فيقول: أخرجوني لأصحابي. إلى أين يا رسول الله؟ إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجد سيدنا النبي سيدنا أبا بكر الصديق وقد وقف ليؤم الناس بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف أين؟ وحد الله، إمام الأئمة رسول الله. هل ائتم رسول الله بأبي بكر؟ إن سيدنا أبا بكر كان يؤم المسلمين، فهل ائتم به رسول الله؟ لا والله، بل وقف رسول الله إماما، وائتم سيدنا أبو بكر برسول الله، وائتم الصحابة بسيدنا أبي بكر، فما كان لأحد أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي النبي، ثم يصعد النبي منبره صلى الله عليه وسلم. إنها العظة، إنها العبرة، رسولكم يموت صلى الله عليه وسلم، تكاد روح النبي أن تخرج ويصعد على المنبر فيحمد الله ويثني عليه، ثم يعظ الناس ويوصيهم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم يقول النبي المصطفى: من كنت جلدت له ظهرا أو شتمت له عرضا فليقم وليقتص مني قبل يوم القيامة. ها هو نبيكم حين أراد أن يلقى الله، انظر كيف سيلقى الله. أيها الناس، من؟ الصحابة وأبناؤهم وأبناؤهم. من كنت جلدت له ظهرا أو شتمت له عرضا فليقم وليختص مني قبل يوم القيامة. ومن ذا الذي سيختص من رسول الله؟ أجن أحد حتى يضرب النبي؟ أو جن أحد حتى يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويسكت الناس ويبكي الصحابة، ويقف واحد، يقف واحد من الصحابة، من؟ رجل سماه النبي بالقناص، كان سريع القنص، رجل سريع، رجل عجوز، رجل مدأدأ، رجل ناصح. من؟ سيدنا عكاشة يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا يا رسول الله. طب سيدنا عكاشة كان قناص ليه؟ النبي يقعد يتحدث عن الجنة فيروح واقف سيدنا عكاشة يقول له: يا رسول الله. قال: نعم. قال: اجعلني معك في الجنة. يقول: أنت معي. فيقوم واحد آخر ويقول: وأنا. فيقول النبي: قد سبقك بها عكاشة. ويتحدث النبي عن الشفاعة فيقول: يا رسول الله خذني معك في شفاعتك. فيقول: أنت معي في الشفاعة. فيقوم آخر فيقول: وأنا. يقول: قد سبقك بها عكاشة. وفي هذا الموقف الأخير مع النبي صلى الله عليه وسلم يقوم سيدنا عكاشة ويقول: أنا يا رسول الله. ماذا؟ ما لك؟ قال: أتذكر يوم بدر؟ ما توحد الله،
أتذكر يوم بدر؟ فاكر يوم غزوة بدر؟ قال نعم، يوم أن كنت على ناقتك العضباء وبيدك قضيبك الممشوق، القضيب الحديد بتاعك، وراكب الناقة بتاعتك. قال له أيوة فاكر. قال ضربتني على ظهري فآلمتني يا رسول الله، أنت ضربتني فعلا على ظهري بقضيبك الممشوق وآلمتني. فنادى النبي المصطفى والصحابة في ذهول، من ذا الذي سيقتص من رسول الله؟ يا بلال نعم، قم إلى بيتي إلى فاطمة ابنتي فقل لها أحضري قضيب رسول الله الممشوق. لازم هو القضيب، روحي هاتيه، روح هاته منها. فيأتي سيدنا بلال إلى بيت السيدة فاطمة الزهراء وهو يبكي، مالك؟ قال رسول الله يريد قضيبه الممشوق. ليه؟ فيقص عليها القصة فتبكي وتقول ومن ذا الذي يقتص من رسول الله؟ فيأخذ القضيب، لا يملك إلا أن ينفذ أمر رسول الله، ويأخذ القضيب الممشوق ويأتي إلى المسجد ويعطيه للنبي، فيبكي الصحابة كبيرهم وصغيرهم ويقول سيدنا أبو بكر يا عكاشة قم فاختص مني ولا تختص من رسول الله، تعال اضربنا أنا ولا تضرب رسول الله. فيقول سيدنا النبي اجلس غفر الله لك، ويقوم سيدنا عمر ويقوم سيدنا عثمان ويقوم سيدنا علي ويقوم كبار الصحابة والكل يبكي. قال أأنتم تحملون عني وزري يوم القيامة؟ من ذا الذي سيحمل عني وزري يوم القيامة؟ يا عكاشة قم واقتص ولا تستحي، اوعى تخاف منهم او تستحي من كبار الصحابة، قم واقتص ولا تستحي. فيقوم سيدنا عكاشة ويمسك القضيب ويقول يا رسول الله يوم ان ضربتني على ظهري كان ظهري عريانا. والنبي لابس لباسه، لابس القميص بتاعه والجلباب بتاعه، كمان كنت عريان. يوم أن ضربتني على ظهري كان ظهري عريانة. فيتعرى النبي المصطفى ويخلع النبي المصطفى ويمتلئ المكان طيبا وعطرا من عرق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويخلع النبي ثيابه ويأتي إلى سيدنا عكاشة، يا عكاشة قم واقتص ولا تستحي. يقول الحديث فرفع سيدنا عكاشة القضيبة عاليا، تقول الرواية حتى بان سواد إبطه، رفع جامد، رفع القضيب جامد لفوق حتى بان سواد إبطه، ثم ألقى القضيب من خلف ظهره ومال على صدر وبطن النبي يقبلها وهو يبكي ويقول ما عاش من يقتص منك يا رسول الله، ولكني سمعتك يوما تقول ما من أنف تشم رائحة جسدي إلا حرمها الله على النار، وأنا أريد أن يحرم جسدي على النار. هذا نبيكم وهؤلاء صحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، أعدوا للآخرة قبل أن يعدوا للدنيا. فيا عباد الله، وأنت في هذا المقام وأنت تشهد هذا المعزة، لا بد لك أن تذكر أنك ستموت وأنك ستلقى الله، وإنك إذا علمت هذه الحقيقة الأكيدة التي لا رجوع فيها ولا نقض ولا إبرام، فكيف ستلقى الله؟ كيف استعددت للقاء الله رب العالمين؟ أين أنت من لقاء الله؟ أين أنت من الآخرة؟ بهذا عباد الله لا بد أن نلقى الله رب العالمين. اللهم اغفر للمتوفاة وارحمها رحمة واسعة، اللهم إنها كانت أما صالحة من أمهات المسلمين، فاغفر لها وارحمها، فاغفر لها وارحمها، جاف الأرض عن جنبيها، اجعل قبرها مد بصرها، اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، لا تجعله يا ربنا حفرة من حفر النيران. اللهم شفع فيها نبيك المصطفى،
اللهم شفع فيها نبيك المصطفى، اللهم شفع فيها الصيام والقرآن، اللهم إنها ربت لنا أولاد صالحين، فاقبل شفاعتنا فيها يا رب العالمين. اغفر لها وارحمها، أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، عاملها بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. شكر الله لكم حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.